اخوتي المتابعون، هذه انطلاقة شوطنا الرابع ضمن انطلاقات وتحديات هذا اليوم أيها الإخوة. هذا الشوط هو مخصص لفئة القعدان لهذا السن، سن اللقاية. يومنا في هذا اليوم مخصص لسن اللقاية، سواء في أشواطنا العامة في هذه الفترة الصباحية أو في أشواطنا بإذن الله تعالى المفتوحة في مساء هذا اليوم. نتواصل مع المركز الأول مباشرة، وأذكر إخوان المشاهدين والمشاركين بأن الجائزة هي عينية سيارة قدمت للفائز بالمركز الأول في هذا الشوط. نتمنى التوفيق للجميع. نتابع المركز الأول، القيادة مع خوف لمحمد بن مهير المنصوري. من يتواجد مع خوف مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط، ولكن هذا 69 رغمة. نعم مشاهدين الكرام، هنا يصل التبر، تعود ملكية لحمد بن علي. نتابع وإياكم مشاهدين الكرام المركز الثاني، ومن يحتل المركز الثاني يتواجد فيه المركز الثاني. يتقدم هنا ظبيان سعيد بن سالم بن علي الشيخ، من يتواجد على المركز الثاني. نتابع وإياكم شعار الشامسي على المركز الثالث. هنا قدوم وتسلل في هذه اللحظات من قبل نسناس عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي، من يتواجد مع نسناس، ونسناس جميل في هذا الصباح. نتابع وإياكم المركز الرابع. يا سلام يا سلام، شكرا لزملائي الذين يتواصلون معي ايضا بالتعليم. يا سلام، وربعا تعاون ومذل. لو نتابع المركز الرابع هنا تغيير ودخول في هذه اللحظات. من يتدخل في هذه اللحظه؟ هنا الدخول من مرهب صالح بن ناصر الغيثاني المري، من يتدخل على المركز الرابع والمركز الخامس. يصل على المركز الخامس. هنا مرهب، أو هنا دخول وتسلل من الطائر علي بن سلطان بن علي المعاضيد. هذه النتيجة أيها الإخوة المتابعون في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الشوط. يا سلام، نعود وإياكم إلى قيادة هذا الشوط، شعار الشامسي، وتقريبا 72 مشارك يريد السيارة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو يقسمها لمن يشاء. 1200 يا جماعة، كيلو و200 متر. هنا المقدمة والصدارة وقيادة هذا الشوط، القيادة هنا مع خوف محمد بن مهير المنصوري. يا سلام، شوف القدوم من الخلف، أسماء قوية هنا تقترب من بعضها البعض خلف المراكز الخمسة الأولى. ولكن نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة، القيادة هنا مع خوف ما في قلبه خوف، هنا مع صدارة هذا الشوط من البداية وهو المنطلق، من البداية وهو من يقود هذه الجموع. يا سلام، شعار الشامسي هنا رافع راية التهديد، رافع راية الانتصار هنا مع المقدمة، مع نسناس عبد الله بن مطر الشامسي، غير في هذه اللحظات مع نسناس والمركز الثالث. وصول وتقدم من الجانب الأيمن. يا سلام، شوف التقدم في هذه اللحظات من المركز الرابع. من يتسلل على المركز الرابع؟ هنا مبشر منصور بن صبيح الوهيبي. وعلى المركز الخامس هنا وصول وتسلل من نايف سالم بن عبيد الزرعي على المركز الخامس. ولكن نعود وإياكم إلى شعار الشامسي من أشرقت عليه صباح هذا اليوم. يا سلام، الله، يا سلام، المقدمة مع نسناس، الله، هذا هو نسناس مشاهدين الكرام، ينفرد مع الشامسي. واسعد الله صباحك، اسعد الله صباحك يا عبد الله يا ابو مطر، يا الشامسي على هذا الناموس، ناموس نسناس. نعم نسناس مشاهدين الكرام يحسم الشوط من صالحه وينفرد انفراد كلي عن بقية المراكز. تهانينا والناموس لمالك نسناس على فوزه بالمركز الأول. المركز الثاني، وصل على المركز الثاني، هنا خوف لمحمد بن مهير المنصوري. المركز الثالث، وصل على المركز الثالث نايف لسالم بن عبيد الزرعي. أما المركز الرابع، فوصل على المركز الرابع
ظبيان لسعيد بن سالم بن علي الشيخ. أما المركز الخامس ووصل على المركز الخامس شاهين لمحمد بن أحمد العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، نهني جميع من فازوا معنا في هذا المحلي الأول أو في المحلية الثانية عفوا، نهني جميع الفائزين معنا، ونهني حقيقة في هذا الشوط مالك نسناس من فاز معنا بالجائزة العينية 6 دقائق 7 ثواني بالوفاء والتمام. هذا هو كان توقيت نسناس. تهانينا والناموس لمالك نسناس عبد الله بن مطر بن حمد الشامسي على فوز نسناس وتحقيقه بالمركز الأول. المركز الثاني 6 دقائق 10 ثواني 13 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نايف، أو تهانينا والناموس لمالك، تهانينا والناموس لمالك خوف محمد بن مهير المنصوري على فوزه وتحقيقه بالمركز الثاني. 6 دقائق 11 ثانية 61 جزءا من الثانية. هذا هو مشاهدينا الكرام كان توقيت نايف. تهانينا لسالم بن عبيد بن سعيد الزرعي على فوزه.